حول هذا الموضوع للحديث أكثر تنضم إلينا مديرة برنامج الحماية في منظمة سيما من عين تاب عبر سكايب السيدة كندا حوراني. أهلا وسهلا بكم معنا سيدة كندا في هذه النشرة. بداية حول هذا المشروع الذي أطلقتموه سيدة كندا، لو تحدثينا بمزيد من التفاصيل عنه والهدف من هذه الخطوة. تمام، شكرا جزيلا على الاستضافة. صراحة بالنسبة للمعينات السمعية والمعينات الطبية بشكل عام هي ما بتدخل بمشاريع الاستجابة الإنسانية للأسف الشديد. سيما ومنذ سنتين بسبب أنه عنا نحن برنامج حماية الطفل قدرنا نتعرف على كثير من حالات ضعف السمع لدى الأطفال وكان لابد من التدخل. بما أنه ما في تمويل لهذا النوع من المشاريع لا من الناحية الطبية ولا من نواحي القطاعات الثانية، فنحن قررنا أنه نعمل مثل يعني جمع تبرعات لدعم هذول الأطفال وتزويدهم بالمعينات السمعية اللي بتساعدهم على الاستمرار بالحياة وبترجعهم لحياة الدراسة والاندماج المجتمعي وبيرجعوا لحياتهم الطبيعية. قبل الزلزال نحن كان عنا مشروع لكبار السن، ومثل ما بتعرف كبار السن من الفئات المهمشة بالاستجابات الإنسانية، والتدخلات لكبار السن وحتى لو ذوي الإعاقة هي جدا محدودة، ولكن كان في داعم مهتم بكبار السن وبالأنشطة تبع كبار السن. مع الزلزال صار في عنا أرقام وتقييم احتياج بيقول إنه كثير من كبار السن ومن ذوي الإعاقة فقدوا المعينات السمعية والمعينات الطبية والأجهزة المساعدة اللي كانوا يستخدموها خلال فترة الزلزال وكان لابد من التدخل، ومن هون إجا التمويل للمساعدات الطبية ليس فقط المعينات السمعية ولكن كل الأجهزة المساعدة للكبار السن اللي هو يعني أنتوا حطيتوا الضوء عليه بدار رفاه المسنين بإدلب. إذا هل لديكم حتى الآن فيما يتعلق بالمعينات السمعية إحصائية لعدد المستفيدين من هذه السماعات، وأيضا فيما كانت هناك معايير لاختياركم للمستفيدين أستاذة كندا؟ بالأطفال نحن زودنا مئات الأطفال بالمعينات السمعية خلال سنتين الماضية، ما عندي إحصائية صراحة، ولكن بالجولة الأولى من هذا المشروع نحن زودنا أكثر من 250 مسن بالمعينات السمعية بالإضافة إلى أكثر من 180 كرسي متحرك وكرات كراسي تواليت نظارات، كل هاي المعينات تم تزويد فيها تزويد المسنين فيها. المعايير غالبا كانت تتركز على المتأثرين بالزلزال، على الموجودين في المخيمات. هذا المشروع بالذات كان للفوق 60 سنة يعني كبار السن، يعني هذا اللي صار. هلا عنا احنا مشروع اخر يعني بدنا نزود فوق ال 100 مسن ايضا بالمعينات السمعيه بالشمال السوري. استاذه كندا، اليوم ابرز الخدمات التي تقدمونها لاصحاب الاعاقه السمعيه او ذوي الاعاقه بشكل عام باختصار لو تكرمت. نحن مثل ما قلت عنا برنامج حماية الطفل، برنامج حماية الطفل جزء منه هو تزويد بالمعينات السمعية بالإضافة إلى وجود برنامج تأهيل لهؤلاء الأطفال ولأطفال ذوي الإعاقة من الإعاقات المختلفة. يعني الطفل بيأخذ سماعة نساوي له إعادة تأهيل حتى يقدر نطقه يتطور وسمعه يتطور بشكل جيد. في عنا كمان برنامج لأطفال التوحد للأطفال ذوي الإعاقات من المستوى. شكرا، كل التوفيق لكم سيدة كندا حوراني مديرة برنامج الحماية في منظمة سيما من عين تاب، كنت معنا، أشكرك شكرا جزيلا.